أمير مرتضى منصور، تحياتي ليك يا أستاذ أمير، تحياتي ليك. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ أهلا بيك وسعيد كابتن بوجودي رضا معاك طبعا وتواجدك معانا. ماسي عليه، وكابتن إبراهيم يا أستاذ أمير، يعني حضرتك ازيك؟ إحنا مولع الدنيا ليه يا أستاذ أمير؟ ليه يا كابتن بس؟ ما احنا اصل انت بتقول لي ان انا يعني مثلا هتاخد مني 3-3، هي دي مش تريقه، ده دي خطه لعب. طب ما انت حضرتك بتقول لي انت ما رميتش قوي، ما دي برضو لا ملهاش علاقة بالإشراف على الكورة. ماشي، ما هنتكلم بصراحه، انت لعبت كوره؟ يعني بالنسبة مقارنة طبعا بحضرتك وكابتن لا فاروق لا وكابتن سيبك من ابراهيم. حضرتنا، لا احنا بنتكلم عموما. لا بص طبعا ما الحته دي لعبتش يعني، لما بص يا كابتن، اتفضل. لما اجي اتكلم مع حضرتك او زي الكباتن الموجودين اعتبر ما لعبتش. طب ماشي، طب هو يعني استاذ امير اتكلم ماشي، ما يعني اختلفتش قمه معاه. احترام طيب جدا طيب وحاجه يعني انا فير بقى جدا. حضرتك امتى الرد اللي حضرتك بتقوله ده يبقى صح ومنطقي و100 100؟ لو انا مثلا بتكلم في فنيات او بتكلم في تشكيل او ما انت بتكلم كلمت في فنيات ان انا 3-3-3، هاخد رايه في حته 3-3-3-1؟ يعني لا انا انا ممكن هروح يبقى وجهه، اخدها انا واروح ممكن لمستر تبقى كارترون؟ اه تاخدها وتقول له احنا ليه ما اقول له ايه بنلعبش، وانا دايما كنت يعني. بقول ان ممكن نادي الزمالك يلعبها لما كان عنده محمد مجدي باكلي اللي هو المساك اللي بيلعب برجله الشمال ايام ايهاب حضرتك جلال. طيب طيب انا كابتن، بس يعني حضرتك قول لي انت، حضرتك عايز تسالني في ايه؟ انا معاك في اي حاجه، طيب عايز تسالني في ايه استاذ امير، وانا بس تحت انا امر طبعا حضرتك. انا متفق في فكره دايما الاختصاص ده مهم جدا، وحضرتك بتتكلم فيه ان كابتن او استاذ امير ما يقدرش يتكلم مع كابتن رضا في حته الكوره وهو ما اتكلمش في الجزئيه دي، لا لا ولا عمري وكابتن اتكلمت في الكوره رضا ما كابتن يقدرش محمد، انتوا يتكلم في كلكم حته الجزء كباتن على الاداري، دماغي من فوق. والجزء الاداري اللي حضرتك بتتمثله في اداره الكوره في النادي الاهلي. لكن كابتن رضا في مره من المرات اتكلم على تحمل استاذ امير خروج النقاز وكهربا من النادي، او بيحملك مسؤوليه هذه الجزئيه، فدي ممكن دي نقدر نتكلم فيها، فرد حضرتك في طيب هذه الجزئيه دي ايه؟ ممكن انا ارد وكابتن رضا يسمح لي وكابتن ابراهيم يسمح احنا لي عشان طبعا اقول اتفضل، كل حاجه. منورنا منورنا اتفضل طبعا. ليك الحريه يعني. طيب رقم واحد، انا لو هتحمل مسؤوليه، انا طبعا بتحمل مسؤوليه لان انا راجل مسؤول، هتحمل اي مسؤوليه حتى لو حاجه انا ماليش دخل فيها، لكن المسؤول المفروض ان هو يتحمل المسؤوليه. ما ينفعش نيجي في الحاجات الكويسه نقول انا، ونيجي في الحاجات المش كويسه نقول مش انا. ده انا بتفق مع كابتن رضا في الموضوع ده، لما طلع مره قال ان المستشار مثلا لما الزمالك بيكسب بيقول امير، ولما الزمالك ما بيكسبش بيقول مدير فني. لا انا بتفق ان انا المسؤوليه دي علينا كلنا، من اكبر واحد في الفريق لاصغر واحد في الفريق، كلنا بنكمل بعض. واعتقد ان انا ماليش تصريح على مدار سنه وثمان شهور، عمري ما طلعت قلت بعد اي بطوله كسبناها او اي ماتش كسبناه ان انا ليا دخل او ليا فضل او ليا الكلام ده كله. تمام، فده رقم واحد. لكن لو في مسؤوليه، لا طبعا كلنا بنتحمل المسؤوليه، الحاجات الكويسه والحاجات اللي مش كويسه. في اخطاء في اي مكان في العالم. كلام محترم. تمام، في برشلونه في اخطاء، وادينا شفنا المدير الرياضي لبرشلونه عنده مشاكل مع ميسي، وده بيقول تصريحات وده بيقول تصريحات، لكن احنا ما بنشوفش الحاجات دي، احنا بنركز بس مع الاهلي والزمالك والحاجات دي. في اخطاء في الاهلي، وفي اخطاء في الزمالك، في اخطاء في اي مكان، في اخطاء في الاستوديوهات، وفي اخطاء في الاعلام، كلنا عندنا اخطاء. لكن انا بتكلم دلوقتي حضرتك، لو انت تكلمني على حاجة معينة زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي، أنا بحملك مسؤولية هروب النجاز أو هروب كهربا، يبقى المفروض برضه حضرتك تديني الحق في إن أنت بتقولي إن أنت مثلا أنت جبت أحمد سيد زيزو ب 200 ألف يورو، والنادي الأهلي مثلا في الوقت ده جاب حسين الشحات ب 5 مليون دولار، يبقى أنت المفروض تديني حقي في ده. المفروض حضرتك مثلا تقولي أنت جبت أشرف بن شرقي ب 400 ألف دولار، ولعيب عنده 25 سنة وعمل إضافة وعمل وعمل وعمل. المفروض حضرتك تيجي برضه تديني حقي. انا بتكلم، لو حضرتك انا مش عايز، انا ماشي، ما دي بطلبش الحق ده. صراحه كانت رضا كلام منطقي. ايوه ما دي امير اديته حقه مليون في الميه. حصل يا كابتن لما قلت هنا في لعيب اسمه اشرف بن شرقي حاجه محترمه، وفي اناج لا يرتقي بمستوى مركز شباب. حصل. طيب ممكن اقول ما لحضرتك انت على اللي حاجه جايب كابتن رضا؟ الاثنين. كابتن رضا انا قلت لك على اشرف بن شرقي حاجه ولا شكرت؟ يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه، انا برضو الخلاف اللي مع حضرتك مش معناه ان انا بقول لحضرتك انت ما بتشكرنيش او ما بتتكلمش عليا كويس، فدي حاجه مثلا بضايقاني. انا بتكلم على الطريقه وعلى الاسلوب بتاع ان حضرتك دلوقتي راجل، حضرتك لعبت كوره وكنت نجم من النجوم، وحضرتك كنت انا ممكن ما بقاش بقى لعبت كوره زي ما الناس بتقول، حضرتك لعبت كوره فعلا. حضرتك لما كنت بتلعب في الاهلي او بتلعب في الزمالك، تمام، وكان ساعتها مثلا هنفترض ان كان في اعلام وفي استديوهات تحليليه وكده، لو حضرتك كنت بتشوف ان حد بينتقدك وانت مثلا عندك 20 ولا 21 سنه ولا 23 سنه ولا في السن ده،
وبينتقدك وكل حلقه يقول ده ما عندوش فكره او ده ملط او ده، زي ما حضرتك بتنتقد في ناس كتير وليك راي، ده في الاخر دي اراء وجهات نظر، بس انا بتكلم في الاسلوب. لان ساعات ممكن يبقى لعيب عندي وارد ان هو يتوفق وينجح، لكن الهجوم اللي بيحصل عليه بالطريقه دي ممكن يوقعه خالص ويطلعه بره الفرقه. ودي فعلا بتحصل، بتحصل حاجات في حضرتك، حاجات كان ليك يعني دخل فيها حضرتك في مواسم سابقه كتير، حضرتك كنت مثلا بتتكلم على طارق حامد ودي كانت وجهه نظر وتحترم ما فيش اي مشكله، بس طارق حامد لعيب عنده شخصيه ولعيب ما تاثرش بالكلام ده وقدر يصلح من نفسه وقدر ان هو يشتغل على نفسه وان هو يشوف اخطائه فين ويعالجها وبتاع، لكن في لعيبه ثانيه ممكن لما حضرتك تتكلم عليهم بنفس الطريقه اللعيب ده احنا نخسره، زي مثلا مصطفى محمد لما كابتن احمد بلال طلع حط عليه الضغط ده ان هو مش هيسجل في ماتش بيراميدز، ممكن لو لعيب ثاني نخسره، نخسره خالص، مصر تخسره او الفريقيته تخسره او احنا نقعد بقى احنا نعالج في الحاجات دي. طب انا بتكلم حضرتك بعد اذنك بس في النقطه بتاعت طارق حامد دي، على راي حضرتك تقول اللي انت تقدر تقيمني، تقدر أمير تقيم أمير اي حد في الفرقه زي ما حضرتك شايف، لكن انا بتكلم بس في الاسلوب. امير بعد كلام اذنك محترم. بس انا شايف انه كلام محترم في النقطه بس بتاع طارق حامد دي. هو انا من قيمه سنتين لما لعب ماتش الاسماعيلي وجيت اديته 10 من 10 لو انا في حاجه بيني وبين طارق حامد هديله 10 من 10؟ لا انا ما قلتش يا كابتن رضا حضرتك في بينك بس انا بنتقده في حاجات اللي هو مفروض طالما ديفندر او الهام ان الكره ما ترجعش كتير ورا، وقلت له الكلام ده 100 مره واخد بالك، وبرده مصر ان يعملها، ما لعبش الكره بالعرض كتير واخد بالك، لان اتفرج على مثلا بوسكاتس على مودريتش على الناس اللي بتلعب في الحته دي في العالم، شوف كورتهم دايما لقدام، انا عايزه كده، انا عايزه كده مش بالعرض ولا الورا، واخد بالك؟ حضرتك لو قلتها بقى بالطريقه حضرتك، لو انت حضرتك بكنتك وبتاريخك، لو والله قلتها والله العظيم قلتها يا امين، هتلاقي لعيبه كتير قوي نفسها تسمع الكلام ده منك. والله العظيم قلتها. طب انت ليه يا كابتن رضا ما بترفعش سماعه التليفون على لعيب لعيب مثلا وتقول له ان انت المعلومه دي بالشكل ده؟ كابتن محمد اقول لحضرتك على حاجه، انا وكابتن رضا اتكلمنا من حوالي 6 أو 7 شهور مش فاكر يا كابتن حضرتك تفتكر، لا دي المره الوحيده اللي اتكلمنا في التليفون، وساعتها قلت له حضرتك لو عايز تسال على اي حاجه عشان لما حضرتك بتطلع تتكلم تبقى المعلومات كلها واضحه قدامك، وقعدت اقول له في الموقف الفلاني ده حصل بالشكل ده عشان كانت الظروف كده، لكن الظروف دي احنا ما بنقولهاش، لان انا من دوري، انا من دوري يا كابتن محمد وكابتن ابراهيم وكابتن رضا، انا من دوري ان مش اي حاجه تحصل اطلع ابررها واقولها، لان انا برضه لا كلمني ما انت معاك رقم وانا باركت لك بعد الماتش بتاع كاس مصر لو تفتكر، وبعت لك رساله، بعت لك رساله وهنيتك بكاس مصر فاكر؟ اه طبعا يا كابتن. لو في حاجه مثلا انا طلعت مثلا وقلت على طارق حامد ما تكلمني وانا هديك وجهه نظري، انت بقى اللي توصلني بطارق حامد او طارق حامد تدي له يتواصل معايا او اديني رقم طارق حامد كده يعني، انت واخد بالك؟ لو هي في اصلا انا